ماذا بشأن منصب رئيس الجمهورية؟ هناك من يقول أن سيناريو عام 2018 سيتكرر ويذهب كل حزب بمرشح إلى مجلس النواب، ولكن ما المتوقع؟ هل سيسكت يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ هل سيتخذ إجراء ما وخاصة مع حلفائه؟ نعم، أنا أشكرك سعد وأحييك مرة ثانية. أنا أعتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني ربما لن يذهب باتجاه عام 2018، لذلك هو يعني كان لديه رؤية أن يكون هنالك مزيد من الحوارات ما بين الحزبين، وسبب عدم ذهابه أنه يدرك تماما أن حلفاء الإطار التنسيقي هم اليكتي هو أقرب إليهم من الديمقراطي، وبالتالي سيتكرر السيناريو في المرحلة القادمة، وقد يلجأ الحزب الديمقراطي الكردستاني هو وبعض القوى إلى ما يعرف بالثلث المعطر، لأن الإشكالية القائمة اليوم هي تكاد تكون حالة التشظي واضحة بالنسبة للبيت الكردي وكذلك البيت السني والبيت الشيعي. المشهد السياسي بالنسبة للبارتي هو يكاد يكون تحديات كبرى فيما بينهم. أضف إلى كل هذا أن اليكتي لم يذهب باتجاه ترطيب الأجواء، لأن ما زال الاختلاف حول قانون انتخابات مجلس النواب في إقليم كردستان، وأعلنها يعني حقيقة اليكتي أنه لن يتوصل إلى اتفاق أو تفاهم في هذا الموضوع. هنالك بعض الملفات حتى من خارج موضوع رئيس الجمهورية، هنا أتحدث عن موضوع الدستور الكردي، وكما تعلم إقرار الدستور بالنسبة للديمقراطي الكردستاني هو أهم من موضوع الوصول إلى رئيس الجمهورية، لأن في الدستور العراقي كل اختلاف يحصل ما بين المركز والإقليم يتم العودة إلى دستور المحافظة أو دستور الإقليم، وهنالك جملة من الخلافات أقولها بكل صراحة ما بين المركز والإقليم تجعل الأكراد يتعاملون في حذر فيما بينهم، وعليهم أن يضعوا الأولويات التي تثبت وجودهم، لأن الأكراد في حساباتهم يقولون نعم. أن الملفات والخنادق المتداخلة في أكثر من مورد بحاجة إلى وقفة وعلاج حقيقي.